السلام عليكم. النهاردة هكلمكم عن العربية دي، وزي ما انتوا شايفينها دي عربية باتمان الأصلية، وتصور بيها فيلم باتمان لعام 1989. يعني عمر السيارة دي 31 سنة. العربية دي موجودة في معرض بفندق كبير بدبي اسمه فندق G4. الفندق ده عامل معرض فيه مجموعة كبيرة من السيارات النادرة والكلاسيك. هنزل لكم فيه فيديو تاني بباقي العربيات اللي فيه، بس انا حبيت اخصص الفيديو ده لعربية باتمان عشان العربية دي مختلفة عن اي عربية عادية. طبعا هي صممت مخصوصة لفيلم باتمان. فكرة العربية انها صممت على شكل سفينة فضائية ولها عجلات سيارة عشان توحي بالقوة وتوصل للمشاهد فكرة البطل الخارق لمكافحة الجريمة. لو عجبكم الفيديو ياريت تحطوا لايك واعملوا سبسكرايب للقناة عشان يوصلكوا كل جديد بنزله. وزي ما انتوا شايفين العربية دي كبيرة في الحجم والبادي بتاعها قوي، وانا كمان عرفت ان العربية ديت فيها محرك جاكوا، وده محرك قوي وبيخليها من اسرع السيارات. ولو عايزين تعرفوا اي حكاية عن اي عربية اكتبولي في الكومنتات، انا هنزل سلسلة حكايات عن العربيات بس بعد الفيديو اللي جاي، لان الفيديو اللي جاي هو فيديو عن باقي العربيات اللي موجودة في المعرض اللي في فندق G4 بدبي. وشاركونا رأيكم بسيارة باتمان، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة، والسلام عليكم.